واحد. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات الفلسفة. النهاردة مع بعض هنكمل رحلتنا في إيه؟ في النهاية، نهاية رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية. النهاردة عندنا آخر حصة في الفصل الثاني أو الموضوع الثاني للأخلاق البيولوجية. نكمل رحلتنا مع بعض. النهاردة هناخد ثلاث عناصر أساسية في الدرس. هناخد المعايير الأخلاقيات الطبية الحديثة، وهناخد أخلاقيات الأبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية، وهناخد المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي. عايزين نعرف كده، إيه هي المعايير؟ إيه هي أخلاقيات البحث؟ إيه هي مضامين الأخلاقيات التحري الوراثي؟ وركز معايا، ثلاث عناصر أساسية أو ثلاث قضايا أساسية جواهم مجموعة من العناصر الفرعية. عايزك تخلي بالك وانت بتحل في الامتحان، المفروض تبقى عارف انا بتكلم عن ايه، كل عنصر تبع مين. ودي اول ملحوظة تكتبها معايا في الورقة والقلم اللي احنا دايما بنعودهم او بنتعود عليهم في الحصة بيبقوا معانا. عندنا معايير، عندنا اخلاقيات ابحاث، عندنا مضامين اخلاقية للتحري الوراثي. ابدأ معايا، المفروض أنا في نهاية الحلقة أحلل وأعرف إيه هي المعايير، أجيب أمثلة على المنفعة العامة لتمثل إحدى معايير أخلاقيات الطبية الحديثة، أستنتج مفهوم الموافقة المستنيرة، إيه هي الموافقة المستنيرة، إيه هي عناصرها، أجيب أمثلة عن الأهلية لتمثل إحدى مبادئ أو معايير أو أسس الموافقة المستنيرة، أجيب وأميز وأعرف إيه هي مضامين التحري الوراثي. ابدأ معايا الأول كده، إيه هي المعايير الأخلاقيات الطبية الحديثة؟ أنا هتكلم قبل ما أقول لك إيه هي المنفعة، أنا عايزة الأول تكتب معايا إيه هي المعايير الأخلاقيات الطبية الحديثة. عندنا أربع معايير: منفعة، عدم إلحاق الأذى، استقلالية فردية، مساواة وعدل. يبقى أنا عندي لما أقول المعايير الأخلاقية الطبية الحديثة عندي كم عنصر؟ ها، أربعة: منفعة، عدم إلحاق الأذى، استقلالية فردية، مساواة وعدالة. طب إيه هي المنفعة؟ بيقول لي من المبادئ الأخلاقية الطبية الحديثة إن لازم يكون في منفعة، وهو كل ما هو فعل خير لمصلحة المريض، إن الرعاية الصحية اللي هنقدمها للمريض تكون ليه منفعة. أولا المقدمين للرعاية الصحية لازم إزالة أي ضرر بالنسبة للمريض، وإن هدفنا الأساسي هو صحة المريض، وده بيسبب مصلحة المجتمع. زي إيه؟ الصحة الجيدة للمريض هدف طبي، ومكافحة الأمراض والوقاية من الأمراض الوراثية وتطبيق اللقاحات دي كلها منفعة بالنسبة للمجتمع. طب أنا مش فاهم برضو يعني إيه منفعة؟ يعني لما أقول لك عندنا تطعيمات ضد شلل الأطفال، تطعيمات للكبد الوبائي، عندك تطعيمات لما كنا ناخد لقاح فيروس كورونا، إجراءات احترازية، دي كلها منفعة. يبقى المفروض من أخلاقيات الطب الحديث ما هو خير لمصلحة المريض، ما هو منفعة للمريض، صحته، وقايته من الأمراض، إجراءات احترازية، القضاء على وباء معين أو مرض معين، هو ده المنفعة بالنسبة لمين؟ لأفراد المجتمع ككل. يبقى دي أول واحدة من أخلاقيات الطب الحديث. قال لي اتنين، عدم الحاق الأذى أو الضرر. بمعنى يعني أنا ما تسببش المقدم الرعاية الصحية أو الطبيب ما يسببش معاناة للمريض نتيجة إهمال، سواء بالعمد أو نتيجة الإهمال. إهمال إزاي؟ بنسمع عن أطباء وما بيعملوا عمليات نسي مشرط في بطن المريض، ده نتيجة إيه؟ إهمال. إزاي؟ نيجي نلاقي أنا مثلا مريض عمل عملية، بعد كده العملية ديت بدأت تطلع مدة، بدأت تعمل حاجات نتيجة تلوث، نتيجة استخدام أدوات غير معقمة. عندي مثلا نقل دم، ينقل دم غلط أو ملوث أو في فيروس معين ينقله لمريض تاني أو لشخص تاني أصابه بالمرض، أو لما تروح ياخد واحد حقنة ويضربها الممرض غلط ويأذيه، أو إن أنا أديك أدوية والأدوية دي تضرك أو تسبب لك نوع من،
يعني واحد مثلا عنده غيبوبة سكر، المفروض يدوله الأنسولين، راح هو اداله جلوكوز على أساس إن هو يعلي، وكان فاكر إن السكر واطي علاله، عمل له على طول إصابة بمين؟ بجلطة. يبقى بالتالي أنا عملت إيه؟ أنا اديت وفاة شخص نتيجة هذا الخطأ. يبقى من المعايير الأخلاقية الطبية الحديثة عدم إلحاق الضرر بالمرضى والأفراد، سواء بالنتيجة الإهمال أو بالعمد. لازم إن أي إنسان ما نعرضهوش لأي خطر دون أي داعي. المعايير الأخلاقية والقانونية بتقول لي رعاية المرضى وعدم تجنب أو تجنبه الخطر والأذى وتقليله إلى حد ما. طبعا الأخطاء الطبية زي ما أنا قلت لك من شوية، عدم التزامهم بهذه المبادئ وحماية المرضى والبعد عنهم الأذى. يبقى لازم من شروط المبادئ والأسس التي تقوم عليها الطب وأخلاقيات الطب الحديث مين؟ عدم إلحاق الأذى أو الضرر. يبقى واحد، منفعة، كل ما هو خير، صحة جيدة، وقايتك من الأمراض. اتنين، ما عرضكش للأذى والضرر. بروحش مثلا لدكتور الأسنان واروح يستخدم الأدوات بتاعته وينقل لي عدوى أو مرض معين نتيجة عدم تحقيمه للأدوات. يبقى هو كده خرج عن المبادئ الأخلاقية للطب الحديث. تمام، قال لي لما يقوم بحقنة زي الصبغة في المجرى التنفس بدلا من المريء، اهو اداله حاجة غلط. عمل ايه هنا؟ هيسبب له ضرر، الضرر ده المفروض لا داعي منه. يبقى بالتالي بيأكد لي هذه المبادئ، يجب على الطبيب، يجب على مقدم الرعاية الصحية عدم إلحاق الأذى بالمرضى. احترام الاستقلالية الفردية، أنا من حقي أختار الرعاية الصحية بتاعتي، أنا من حقي أختار العلاج بتاعي. بيقول لي من حق الفرد التحكم في الرعاية الصحية والبعد عن الإكراه. يعني إيه إكراه؟ يعني ما تجبرنيش، أنا بتمتع بحرية، أحترم استقلالية المريض. أنا رحت للدكتور كشفت عنده، قال لي إن أنت عندك الركبة بتاعتك فيها خشونة، هيتم تغيير الركبة، ولك مطلق الحرية بقى، اختاري، شوفي عايزة تعملي عملية ولا تاخدي أدوية ولا تمشي إزاي. هو إيه اللي حصل هنا؟ هو بيترك القدرة واختياري بوعي وفهم للأمور بتاعتي دون أي مؤثرات. ما يجيش يقول لي لا أنت ملزمة إن أنت تعملي عملية. لما يقول لي ان انت ملزم تعمل عمليه ويجبرني على وجود عمليه زي كده، يبقى هو خرج عن احترام الاستقلاليه الفرديه. يبقى اخبار الطبيب للمريض بانه يحتاج لعمليه تغيير ركبه، يترك له حريه بالموافقه او الرفض. ممكن يقول له لا انا مش عايز، او يجي يقول له نحقن الركبه او تاخد ادويه، يقول له لا انا مش عايز احقن الركبه. نسمع عن حقن الركبه والبلازما والكلام ده كله، يقول له انا مش عايز احقن، انا عايز اخد ادويه. يجي الطبيب يقول له طب ماشي انا هكتب لك ادويه سريعه، يقول له لا المريض لا انا عايز ادويه ما يكونش مثلا فيها كورتيزون. هو ايه اللي حصل هنا؟ هو ساب له حريه في اتخاذ قراره في موافقه او رفض او اتخاذ قراره في طرق العلاج اللي هو هياخدها معاه. يبقى بالتالي كده حق الفرد في التحكم في الرعايه الصحيه. ما فيش حاجه اسمها انا اعرف وانت ما تعرفش حاجه، ارشاده، وعلى المريض حق تقرير مصيره. يبقى بالتالي احترام الاستقلاليه الفرديه. قال لي المساواة والعدل، معاملة الناس جميعا سواسية، ماليش دعوة بالجنس ولا العرق ولا الدين ولا الحالة الاجتماعية ولا الحالة الاقتصادية ولا مكانتك ايه. انا اللي يهمني ان انا احسن جودة الحياة. ما يجيش طبيب يرفض ان يعمل عملية عشان نظرا لحالة اقتصادية بالنسبة للمريض، او ما يجيش يفرق دكتور بين المرضى بتوعه نتيجة وضعهم الاجتماعي او الحالة الاقتصادية بتاعتهم. لا، انت في مساواة وعدل، انت مفروض كطبيب عندك اخلاقيات تعالج كل سواسية، مفيش حاجة اسمها فرق، مفيش تفرقة، مفيش مثلا لقاحات وتطعيمات تبقى لدول معينة عن دول معينة. يبقى احنا خرجنا عن المساواة والعدل. يبقى معايا كده الناس لسه داخلة، المعايير الاخلاقية الطبية الحديثة، منفعة هو كل ما هو خير لمصلحة المريض، عدم الحاق الاذى، عدم تعرض الانسان للضرر نتيجة الاهمال او العمد. ثلاثة، احترام الاستقلالية الفردية، أنا من حقي أقرر عن وعي وإرادة طرق العلاج بتاعتي. المساواة والعدل، كلنا سواسية، كلنا أفراد واحدة. هدف الطبيب إزالة المرض وإزالة معاناة وألم الشخص، وبالتالي كلنا سواسية بغض النظر عن حياتنا الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو الاقتصادية. دي كلها فوارق لا ينظر إليها الطب، ولكنها معايير أخلاقية طبية لا بد من مراعاتها. انتقلنا من أول عنصر اتكلمنا عليه،
طب هنتكلم على عنصر تاني، أخلاقيات الأبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية. إجراء الأبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية، ما اتكلمنا افتكر كده معايا مجالات البيوتيك، اتكلمنا عن مجال البحث العلمي، فاكر أخلاقيات البحث العلمي؟ قلت لك إن هي بتهتم بجسم الإنسان، وإن ظهرت نتيجة إن إجراء التجارب، يمكن أشهر مثال إجراء التجارب في النازية ألمانيا النازية على المساجين دون معرفتهم بيها وإجبارهم عليها. قال لي إجراء التجارب على الأجنة المجهضة، على سبيل المثال، قال لي عشان نجري إجراء التجارب على الأجنة المجهضة، أو عشان نجري إجراء تجارب على إنسان لتحضير دواء معين أو علاج أو إعداد أدوية وتجربة على ناس عندهم مرض مزمن أو مرض ميؤوس منه زي الكانسر من الحالات الأخيرة، فبالتالي لابد من إجراء هذه الأبحاث وفقا للموافقة المستنيرة. طب يعني إيه موافقة مستنيرة؟ قال لي التزام الأطباء أو الباحثين بالسماح من المرضى بيكونوا مساهمين ومشاركين في الرعاية التي تلقونها في الأبحاث. يعني أنت دلوقتي في حاجة اسمها عناصر وموافقة مستنيرة، أنا دكتور أو طبيب أو باحث عايزة أقوم ببحث أو إجراء دواء معين ومدى فعاليته على مرضى السكر أو مرضى الكانسر، وبالتالي لابد من إن أنا أوعيه، أديله وعي، أفهمه، أعرفه إحنا إيه اللي هنعمل مش دون معرفة. ليه؟ لأن الموافقة المستنيرة إن أنا أشارك معاك في عملية البحث. طب المشاركة دي وإن المرضى وإن لابد التزام الأطباء للمشاركة للمرضى في هذه الأبحاث، يعني معرفتي بيها، مش ان انا اكون جاهل باللي هو هيعمله او هو ايه اللي هيجربه، لا ده انا اكون واعي. طب العناصر بتاعتها ايه؟ ركز معايا كده، اخلاقيات الابحاث المتعلقه بالوراثه البشريه، الموافقه المستنيره، وهي ان المرضى بيشاركوا الاطباء في عمليه العلاج او الابحاث التي يتلقونها، بمعنى ان انا ببقى فاهم واعي ايه اللي هيحصل، ايه الاجراءات اللي هتحصل. طيب قال لي ايه عناصر الموافقه المستنيره عشان نقول ان الباحث ده بالفعل وافق وتم اجراء تجربه او تم اجراء اعطاء لقاح او دواء معين زي التجارب السريريه اللي بتحصل عندي مرض الكانسر في الحالات الاخيره الميؤوس منها، بيتم تجريب دواء معين لان دول حالاتهم ميؤوس منها، فبالتالي بيتم التجربه وفقا لمين؟ ليه هو؟ لعل ولعسى ان يبدا يجيب نتيجه معاه. طب المريض ده المفروض ايه عشان نقول ان ده صح او مش في اخلاقيات البحث بينه وما بين الباحث او الطبيب؟ قال لي افصاح، فهم، اهليه، طوعيه، الموافقه الاخيره. يعني ايه؟ يعني الموافقه المستنيره، التزام الاطباء للمشاركه للمرضى بطرق العلاج التي يتلقونها، بتشتمل على 5 عناصر، افصاح وفهم واهليه وطوعيه وموافقه. يعني ايه افصاح؟ يعني الطبيب أو الباحث بيخبر المريض، بيخبر بكل حاجة، بكل ما سوف يحدث، لازم يكون على علم بكل شيء. طب أنا قلت لك على كل حاجة، أنا بشرح لك دلوقتي الدرس زي ما قلت لك من شوية، عناصر أو معايير الطب الحديثة، منفعة، عدم الحق الأذى، استقلالية الفردية، والمساواة والعدل. أنا شرحت لك، وضحت لك، كشفت لك المعلومات، هيترتب عليه إيه عندك؟ ركز معايا، فهم. فهم يعني ايه؟ يعني وعي، يعني ادراكك، انت خلاص ادركت وفهمت ايه هي المعلومات اللي جوه المعايير الاخلاقيه الطبيه الحديثه. طب انا باحث وقدامي مريض، بقول له الحاله بتاعتك كذا، واحنا هنجرب دواء معين كذا، والدواء ده بيحتوي على كذا وكذا وكذا، وان الحاله بتاعتك كذا، وان هي النتيجه بتاعتنا لو جبنا كذا هيحصل ايه، ومثلا لو خدنا الادويه ديت هيحصل تراجع لكذا او هيقوي من نقص المناعه. هنبدا نبص نلاقي بدا المريض يفهم ويفهم ويعي ويدرك الكلام اللي قاله الطبيب، هيترتب عليه ايه؟ والافصاح والفهم الاثنين مهمين جدا ومرتبطين ببعض. مشاركه المريض في اتخاذ القرارات المتعلقه بالرعايه الصحيه، انا فهمت بس حسيت انه في ضرر عليا او انا ما ارتحتش، لا خلاص انا مش عايز. طب اقامه علاقه يسودها الثقه، بقى في ثقه بين المريض ما بين الطبيب، الطبيب ده امين، وبالتالي امانته وصراحته وكشفه ليا وكشف النتائج والاضرار والمميزات
خلاني انا احترمه واثق فيه وكمان اختار واقرر. يبقى الافصاح والفهم يحققان مشاركه المريض. بالفعل هو قال لي دليل على ذلك ان انا بدات اشارك معاه، ودي عنصر من عناصر الموافقه المستنيره. اتنين، في ثقه بيني ما بين الطبيب. تمام. قال لي طب انا قلت لك الحاله، قلت لك اللي احنا فهمت الكلام ده، هتبدا تعمل ايه؟ قال لي هبدا اقرر. طب ركزوا معايا، بناء على حاجه اسمها الاهليه، القدره على فهم المعلومات واتخاذ القرار، ان انا اخد او اوافق ان انا اخد هذا اللقاح او ما اخدهوش، او اجرب اخد الدواء ده او ما اخدهوش. يبقى بالتالي هنا الاهليه معناها ان انا مدرك وواعي، فاهم النتائج وفاهم ايجابيات وسلبيات اللي هيعود عليا، وبالتالي هاخد قراري بالموافقه او الرفض. يبقى هو اتخاذ قرار بعد معرفه النتائج المتعلق بيها. الشخص قادر ان يتخذ قرار في محل سكنه او تغيير ستايل اللبس او مثلا تغيير مكان عمله، لكن مش هياخد قرار بتناول الدواء او المشاركه في بحث طبي. يعني هو في الحاله دي المفروض بيدرك ويعي. طب انا لو قلنا شخص غير مؤهل، يعني ركز معايا، لو قلنا مريض الفصام الشخصية أو واحد في نوع من أنواع الغيبوبة أو مغمى عليه، مين اللي ياخد القرار عنه؟ أهله، من ينوب عنه؟ الأهلية دي معناها كده، لو أنا الشخص ده عنده نوع من أنواع الغيبوبة، في غيبوبة وعايز أجرب عليه دواء معين أو إن أنا هعمل معينة ليه، مين اللي هياخد القرار؟ هو في غيبوبة، مين هياخد القرار ده؟ أهله، ما ينوب عنه. كلمة أهلية، هو فاقد الأهلية فبالتالي هي ما ينوب عنه. يبقى الأهلية معناها إيه؟ إن أنا فاهم المعلومات وبقرر بعد النتائج، أنا كده بقرر. القرار معناها الأهلية، أنا لك مطلق الحرية، لك مطلق القرار إن أنت تاخدي قرارك. أنا إنسان واعي راشد وبالتالي باخد قراري. طب تعالى كده، عاملين زي مين؟ زي لما يجي قالك في التطعيمات السنة اللي فاتت، قال التطعيمات الطلبة اللي هتتطعم بتوع الثانوية العامة، المفروض إن ولي الأمر هو اللي يجي يمضي الإقرار بالتطعيم. ليه يا جماعة؟ لأن أنت كطالب فاقد الأهلية، إنك صغير، مين اللي بينوب عنك؟ مين أصلاً اللي بيقدر ياخد ولي أمرك؟ يبقى هنا الأهلية معناها إن أنا واعي مدرك تماماً وباخد قراراتي بنفسي. طب أنا دلوقتي سن صغير بالنسبة للدولة، أنا لسه ما وصلتش 20 سنة، بالتالي مش بالغ أو راشد، مين اللي ما ينوب عني؟ طب واحد في غرفة العمليات، هو مثلا في العملية فوجئوا بحاجة تاني، بيطلع المريض أو يطلع طاقم الرعاية الطبية بيبلغهم بحاجة، بياخد قرار على أساس إنه ما ينوب عنه، خدوا قرار بكذا، وجدوا كذا فخدوا قرار بكذا. يبقى الأهلية معناها اتخاذ قرار. طب الأهلية دي هل بتتعارض مع مبدأ إلحاق الأذى؟ عدم إلحاق الأذى؟ قال لي لأ، المبدأ الأخلاقي عدم إلحاق الأذى، هو يجب على الطبيب عدم الحاق الضرر بغير المؤهلين. زي ما انا قلت لك، مريض الفصام الشخصيه ما عندوش اهليه، بس في نفس الوقت هو حصل له انفجار في الزايده، لابد ان احنا نعمل ايه؟ لابد ان الطبيب يعمل له عمليه الزايده. يبقى بالتالي هنا ايه اللي حصل؟ بس هو ما يعرضوش للاذى، ما يعرضوش للخطر، يبقى لا يتعارض او يقوم مبدا عدم الحاق الاذى، لابد على الطبيب عدم الحاق الضرر او الاذى بالاشخاص الغير مؤهلين في اتخاذ القرارات. يعني الاهليه كده معناها ببساطه ايه؟ هاخد قراري، انا مؤهل اخد قراري، انا واعي وعاقل هاخد قراري. طيب قال لي عندنا الطوعيه، طب انا خدت القرار، قلت له خلاص انا هاخد الادويه ديت وهجربها او هعمل البحث اللي انت قلت عليه واجرب التجربه بتاعه الدواء، هل هو اجبرني؟ هل هو عرض عليا قال لي طب تعالى انا مثلا هديك وجبه سخينه او اكل او شرب او هديك فلوس؟ دي اسمها مؤثرات خارجيه. لو انا جيت قلت لك تعالى هعمل عليك بحث او دواء معين اديهولك مقابل مبلغ من المال، كده ما بقتش طوعيه، كده بقت مؤثرات خارجيه واجبار، وانا فرضت عليك حاجه. امال ايه معناه؟ هو انا لما اجي اخد دواء معين ويتم تجربه من قبل باحث او طبيب لعلاج مرض عندي، لابد ان يكون ينعم بالطوعيه، حق تقرير المصير المرضى بحريه،
دون إجبار أو إكراه. يبقى أنا دلوقتي الأهلية خدت القرار، والطوعية خدته بحرية يا جماعة، حرية. الحرية دي مهمة جدا عشان أقول صحة قراري بالموافقة دون إجبار أو إكراه، أو أنا أفرض إرادتي على المريض. يبقى أنا أول حاجة قال لي المرض، اتنين أنا فهمت، تلاتة أنا قررت. قراري ده بناء على مين؟ على حرية، حريتي أنا، محدش أجبرني على حاجة. آخر حاجة الموافقة، قبول المريض بالمشاركة. يبقى أنا قال لي الحالة المرضية، فهمت الإيجابيات والسلبيات، خدت قراري بالفعل لإجراء هذه الأبحاث أو إجراء هذا الدواء عليا عشان أشوف مدى فعاليته عليا أو ينفع أو يقلل من المرض اللي موجود عندي. قراري ده كان بحرية، وبالتالي قبول المريض للمشاركة هي دي فعلا الموافقة المستنيرة. وزي ما بنقول لما يجي الأطباء بياخدوا إقرار في قبل إجراء العملية، يبقى بالتالي الموافقة. العنصر الثالث والأخير المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي. يعني إيه مضامين؟ إحنا قلنا الجينيوم الوراثي أو الجينيوم البشري كان لينا من خلاله عرفنا فك آثار الوراثة ومعرفة الأمراض والخريطة الوراثية. طب إيه رأيك معايا؟ عايزين نعرف المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي إيه اللي حصل فيه؟ قال لي عندنا أربع عناصر: التمييز على الأسس الجينية، التفرقة في المعاملة، اليوجينة الحتمية الجينية. وخلي بالك لما أقول التحري الوراثي، كلمة التحري الوراثي بتضمن كم عنصر جواها؟ أربع عناصر. أول حاجة التمييز على الأسس الجينية. بص كده، الأشخاص المصابين بسوداد جينية لا تظهر في صورة خلل أو مرض، ولكن لابد يمنع من الحصول عليهم على التأمين الحياة والتأمين الصحي والتعليم والوظائف. يعني ايه برضه؟ انا مش فاهمها. في امريكا بتعمل عمليه فرز. فرز مين؟ فرز المواليد. بتشوف الناس اللي سليمه جينيا والناس اللي عندها اختلال في الجينات الوراثيه، اصحاب الدون والتلازم، دولت عندهم اختلالات في الجينات الوراثيه واختلال في الكروموسومات اللي موجوده سواء بالنقص او الزياده. ايه اللي بيحصل؟ بيعملوا فرز ليهم، هما بيأذوهمش بس بيعملوا فرز. الاطفال السليمه، الطفل السليم بينال التعليم وان هو يشتغل والوظائف والتامين الصحي والتامين على الحياه. طب دول اشخاص هم ما عندهمش اي صوره مرضيه، ما فيش اي صوره مرضيه، جسمهم كويس وما عندهمش اي حاجه، اي نوع من انواع الامراض، ولكن عندهم مشكله في الاختلالات الجينات الوراثيه. هذه الاختلالات الوراثيه بدات تخلينا نعمل فرز ونميز بينهم ما بين الاشخاص. يعني هنا نتيجه الجينيوم البشري عمل لنا التحري الوراثي، وبالتالي عمل لنا فرز بين الاشخاص. احنا ما عندناش اي حاجه، انا بضر في حاجه انا ما ضرتهوش، بس اكنه هو الدنيا مش موجود، اكنه مش موجود في الدنيا. ملوش حقه في التعليم، ملوش حقه في الصحه، ملوش حقه في التامين الصحي، ملوش حق اي وظيفه، ما يدورش على اي وظيفه. هو عنده اختلالات في الجينات الوراثيه، لكن ما عندوش مرض. ما عندوش مرض عضوي، ما عندهوش مرض عضوي او مرض ظاهر قدام، هو عنده داون او تلازم نتيجه اختلالات الجينات الوراثيه فقط لا غير. طيب قال لي التفرقه في المعامله. للاسف اصحاب العمل، طبعا احنا قلنا البيوتيقه او الاخلاق البيولوجيه ظهرت في امريكا، فاصحاب العمل او المريض عندهم ليه ملف طبي. الملف الطبي ده من اول ما اتولد وكل شويه يسجل وكل حاجه عنده. لما بيجوا اصحاب العمل يطلبوا العمل، المفروض ان هو بيبص او بيستغل الكشف الطبي او الملفات الطبيه دي. يعني انا لو جيت عايز اختار محاسب او اختار مثلا جزار، ولقيت في الملف الطبي مصاب بالهاموفلايا اللي هو المرض اللي هو سيوله الدم، بيتم بدل ما انا اروح او اهيئ له البيئه المناسبه وان مثلا البسه ادوات والكلام ده كله يشتغل، انا بعرضه للبطاله وبمنعه من حقه في الشغل نتيجه فيما بعد او اصابته بهذا المرض. طب عندي حاجه تاني، قال لي لو انا جيت قلت طلبت محاسب او مثلا مدير ومن الملف الطبي
بدأت أشوف إن هو فيما بعد سوف يصاب أو سوف تحدث له مرض وراثي. إيه اللي بيحصل؟ بيتم استبعاده. واحد عايز يترقى نتيجة الملف الطبي ده إن بعد 10 سنوات هيكون عنده مرض الزهايمر أو الشيخوخة المبكرة، وده نتيجة هذا الكشف الجيني، فبيتم استبعاده من العمل وبالتالي منعوه من حقه في العمل. يبقى التفرقة في المعاملة خاصة بالعمل، وإن هنا منعوه من الحق في العمل وعرضوه للبطالة، مع إن حق من حقوق الإنسان وهو الحق في العمل. هنا التفرقة في المعاملة نتيجة برضو الجينات والاختلالات اللي موجودة والجينات اللي بتظهر عليهم من خلال مقاومة الأمراض أو إصابتهم بمرض فيما بعد، وبالتالي يتم منعه ورفضه على الرغم إن هو عنده كفاءة علمية وعملية وخبرة، ولكنه فيما بعد سوف يظهر عليه مرض معين بعد 10 سنوات بعد 15 سنة، وبالتالي لا يتم الاستعانة بيه، أو بعد 5 سنوات لا يتم الاستعانة بيه. دي تاني مشكلة ظهرت من المضامين الأخلاقية التحري الوراثي. اليوجينا. اليوجينا ببساطة التحكم في السرية البشرية. انتخاب اجتماعي. يعني إيه؟ ضغوط سياسية واجتماعية بتمارسها بعض الدول. عشان إيه؟ عشان تفرق بين الناس اللي بيمتلك صفات وراثية كويسة بيتم تشجيعهم على الزواج والإنجاب عشان نحسن من نسل المجتمع بتاعنا أو الدولة بتاعتنا. طب الناس اللي عندهم اختلالات في الجينات الوراثية أو إن هم ممكن يجيبوا أطفال عندهم اختلالات في الجينات الوراثية يتم منعهم من الإنجاب. التحكم في السلالة البشرية من خلال اليوجينا، وبالتالي النسوة اللي عندهم أو حوامل وتم اكتشاف إن هذا الجنين فيه شذوذات جينية أو اختلالات في جيناته يتم إجبارها على إجهاضه. عندنا الصين. الصين أعلنت التحديد النسل وهو ولادة طفل واحد فقط، وبعد كده يتعرضوا لمساءلة قانونية وحرمانه من الحياة الاجتماعية وبعض الحوافز الاجتماعية الموجودة في مجتمعهم. بعد كده جت الصين وجدت ان عدد الاناث بقى اكتر من الذكور، عملت ايه؟ سمحت بوجود الطفل الثاني. طب المانيا النازيه وهتلر كان باخصاء المعاقين، اخصائهم هو اخصاء الذكر او الانثى ان هو يشيل الرحم بتاعها، ليه؟ عشان ما ينجبوش، عشان وجود يبقى يشيل المعاقين اللي موجودين. زمان ايام افلاطون والدوله كان الطفل المعاق او الطفل اللي فيه مشكله كان يرموه من فوق الجبل، مش عايزينه، احنا عايزين دوله مثاليه. هنا اليوجينا موجوده في العصر وهو التحكم في السلاله البشريه واختيار الانسب والاباده والقضاء على كل ما لديهم من اختلالات في الجينات الوراثيه. تحديد النسل والتحكم في السلاله وتحسين النسل، وجود أطفال يتمتعوا بالذكاء، يتمتعوا بالصفات الوراثية الجيدة، ومنع أشخاص من الحياة أو وجودهم في هذه الحياة، لابد من عدم وجودهم والقضاء عليهم. وهي اليوجينا انتخاب اجتماعي، ممارسات وضغوط تمارسها بعض الدول على الأفراد الموجودة في الدولة. الحتمية الجينية. يمكن إحنا دايما بنقول الإنسان بيتولد وهو صفحة بيضاء وبيكتسب من المجتمع الأخلاقيات اللي موجودة، ولكن علماء الجينات تقنيات الهندسة الوراثية أثبتوا إن خصائص السلوك والشخصية زي الذكاء والسلوك الإجرامي ناتج من البنية الجينية بتاعتك. ممكن نفتكر معايا المرة اللي فاتت لما شرحنا الجينيوم البشري وقلنا إن الدكتور أحمد زويل قال إيه؟ افتكر معايا، قال إن الجينيوم البشري مش مسؤول عن معرفة الأمراض وفك أسرار وراثة وإعداد الأدوية، ده كمان مسؤول عن شخصيتك واستعداداتك البيئية والأخلاقية وبتظهر بعد كده في البيئة. هنا بيقولني الاعتقاد بأن الخصائص السلوكية وشخصيتك وطريقة فكرك وسلوكك وذكائك ناتج من البنية الجينية اللي موجودة عندك، يعني من خلال الجينات الوراثية اللي حملها الطفل أو الفرد من خلال الأب والأم، وبالتالي بتحقق الصحة والمرض، ده بيبرر التعصب. هنا بقى في أسس عرقية، عملنا طبقات
طبقة منحطة جينية وطبقة متميزة جينيا. يبقى هنا تطهير الأمراض الوراثية، تطهير الأمراض الوراثية. المرض الوراثي اللي موجود هنا بدأ من خلال البنية الجينية اللي موجودة عندك، يعني قليل الذكاء نتيجة البنية الجينية. أنت عندك نوع من أنواع السلوك الإجرامي، مش المجتمع اللي خلاك مجرم، أنت عندك استعدادات وراثية للإجرام. يبقى بالتالي دي اسمها مضامين التحري الوراثي. تمييز على الأسس الجينية، فرز بين الناس السليمة والناس اللي عندها اختلالات في الجينات الوراثية ولكنها ليست مريضة. اتنين، تفرقة في المعاملة، بمعنى إن أنا لما أجي أشغلك هبص على الملف الطبي بتاعك، مش على قدراتك ولا خبراتك ولا كفاءتك. ثلاثة، اليوجينا، ممارسات الدول على الأفراد وتطبيقها وانتخاب اجتماعي من له حق في الحياة ومن ليس له حق في هذه الحياة. الحتمية الجينية، أنا وأنت من خلال البنية الجينية بتاعتنا اللي هو الجينيو بتظهر ذكائنا، بيظهر شخصيتنا، أفكارنا، سلوكنا. الأشخاص قسمناهم طبقات، ناس تتميز بالذكاء، ناس قليل الذكاء. هذا القليل والإجرام منحط جينيا. يبقى هنا الحتمية الجينية قسمت الناس طبقات من حيث العوامل الوراثية والجينات الوراثية. أسئلة، قبل ما أقول لك الأسئلة راجع معايا اللي أنت كتبته. إيه هي المعايير الأخلاقية الطبية الحديثة؟ منفعة، عدم الحاق الأذى، احترام الاستقلالية الفردية، المساواة والعدل. إيه هي الموافقة المستنيرة؟ يا عناصرها قلنا إفصاح، فهم، طوعية، أهلية، موافقة. إيه هي مضامين التحري الوراثي؟ التمييز على الأسس الجينية، التفرقة في المعاملة، اليوجينا، آخر حاجة مين؟ حتمية جينية. يلا مع بعض نحل. ينبغي قبول المريض كشريك في العملية العلاجية، وبالتالي يجب أن تقوم العلاقة بين الطبيب والمريض على الثقة والاحترام المتبادل، مما يسمح للمريض باتخاذ قرارات حرة دون إكراه أو إجبار. يعبر ذلك عن أحد المعايير الأخلاقية الطبية الحديثة. ها يلا معايا، أدي المعايير الأربعة هم. يقول لك قبول المريض كشريك في عملية العلاجية، وبالتالي تقوم علاقة بين الطبيب والمريض على الثقة والاحترام، مما يسمح للمريض باتخاذ قرارات حرة دون إكراه أو إجبار. الحرية هو دون الإكراه دي ودون الإجبار دي تبع مين؟ برافو، احترام الاستقلالية الفردية. أحد مبادئ مهنة الطب الأساسية والتي تميزها عن بقية المهن هو أن يهدف الطبيب إلى عمل كل ما بوسعه لأجل صالح المريض، وأن يضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار، وعلى الطبيب أن يبذل قصارى جهده لبقاء المريض على قيد الحياة والحفاظ على صحته. المهنة الأساسية كل ما بوسع لصالح المريض. لصالح هنا معناها إيه؟ لخير المريض. خير المريض وكل ما هو خير لمصلحة المريض تشير مين؟ برافو، المنفعة. على الطبيب أن يتذكر المثل القائل: إذا لم نستطيع أن نعمل خيرا للمريض فعلى الأقل لا نضره. لا ضرر ولا إضرار، يجسد المثال السابق، مبدأ برافو عدم الحاق الأذى. ما تضرهوش، ما تعرضوش للأذى. تعامل الطبيب مع رغبات المرضى وأهدافهم في الحصول على المعالجات والشفاء ومتابعة تطورات حالته الصحية خلال مرضه الحالي وما يترتب عليه من تطورات مستقبلية متعددة وتحتاج إلى عناية دورية أو مستمرة، وإن اعتبر أن فعل الخير له هو أحد الأساسيات العامة لصلة الترابط بين المريض والطبيب. ركز معايا، بيقول لي اعتبار فعل الخير، ها برافو، منفعة. إن معدلات المرض والوفاة الناجمين عن فيروس كوفيد 19 أعلى بين السكان والمجتمعات التي تكابد الفقر وظروف المعيشة والعمل الغير مؤاتية والتمييز والاستبعاد الاجتماعي. تعارض العبارة السابقة إحدى المعايير الطبية الحديثة وهو معدلات الوفاة في فيروس كورونا أعلى في المجتمعات اللي فيها فقر
وظروف المعيشة بتاعتها صعبة وإن فيها استبعاد اجتماعي، تتعارض مع مين؟ المفروض هنا لازم يكون في إيه؟ في رعاية صحية، ولكن هنا مفيش رعاية صحية نتيجة الفقر، يبقى هنا مفيش إيه؟ برافو، المساواة والعدل. قدرة الشخص أن يفكر ويقرر ويتصرف بشكل حر ودون إرغام أو عرقلة، تشير العبارة السابقة لأحد المعايير الطبية الحديثة وهو تمام احترام الاستقلال الفردي، بيقول لك بشكل حر دون إرغام أو عرقلة، يعني أنا ما مجبرهوش على حاجة، يبقى احترام الاستقلالية الفردية. يجب على مقدم الرعاية الطبية الكشف عن المعلومات حول العلاج أو الاختبار أو إجراء المعني بما في ذلك الفوائد والمخاطر المتوقعة أو احتمال حدوث الفوائد والمخاطر. يشير القول السابق إلى عنصر من عناصر الموافقة المستنير. رجع معايا، إيه هي عناصر الموافقة المستنير؟ ها، إفصاح، فهم، طوعية، أهلية، موافقة. بيقول لي يجب على مقدم الرعاية الكشف عن المعلومات، لازم أقول لك عن المعلومات المتعلقة والإجراء والاختبار، وأقول لك إيه الفوائد وإيه المخاطر اللي موجودة واحتمال وجود هذه المخاطر. برافو، ما دام كشف إفصاح، كشف المعلومات يوضح المعلومات، بيقول المعلومات الخاصة بهذا. يقول جون ويليامز منذ إعلان حقوق المرضى في 1995 يرى المرضى أن التصرف في صحتهم من حقهم، وينحصر دور الطبيب في إرشادهم ونصحهم. يمثل عناصر أحد عناصر الموافقة المستنيرة. يشير القول السابق إلى عنصر من عناصر الموافقة المستنيرة. ها، إيه رأيك أنت؟ إعلان حقوق المرضى التصرف في صحتهم، وإن الطبيب يرشدهم فقط، لكن هم لهم مطلق الحرية. يبقى تبع مين؟ تمام، الطوعية. طوعية هو قدرة الإنسان على اتخاذ قراره بحرية دون إجبار أو إكراه. مريض الفصام على سبيل المثال قد لا يعتقد بأنه مريض، وقد لا يقدر سبب دعوته للمشاركة، لا يقدر سبب دعوته للمشاركة في بحث لإثبات القدرة على اتخاذ القرار. يجب أن يكون الأشخاص قادرين على تفسير أو معالجة المعلومات المقدمة لهم أو التي تم الكشف عنها بشكل منطقي لتقديم سبب منطقي، وذلك لبناء قرارهم أو اختيارهم عليه. يشير القول السابق إلى إحدى عناصر الموافقة المثيرة وهو يقول مريض الفصام الشخصية ما بيعتقدش إن هو مريض، بس ما ينفعش نعمل له دعوة في المشاركة في البحث لأني لإثبات قدرته على اتخاذ القرار، وإني لابد إن الأشخاص يكونوا قادرين على تفسير ومعالجة المعلومات وكمان ياخدوا قرار بشكل منطقي بشكل عاقل. القرار اللي أنا هاخده ده بناء على إيه؟ على عقلي، على أهليتي. يبقى هنا بيتكلم على الأهل. قبول قبل حصول المواطن على التطعيم يشترط في البداية، يقوم في البداية بالتوقيع على إقرار يفيد رغبته في تلقي لقاح فيروس كورونا. الوزارة نزلت وقالت إن قبل أي مواطن يحصل على التطعيم بيشترط إنه يكتب إقرار. إقرار بمين؟ برغبته. ما هي كلمة الرغبة هنا؟ يعني إقرار بإيه؟ بإن هو عايز ياخد التطعيم، إن هو موافق ياخد التطعيم. أنا بفهم السؤال هنا معناه إيه؟ تمام، الموافقة. قبل حصول المواطن على التطعيم يشترط أن يقوم في البداية بالتوقيع على إقرار يفيد رغبته في تلقي لقاح فيروس كورونا. رغبته يعني موافقته ان ياخد هذا. هي علم التحكم في السلاله البشريه لضبط معدلات الولاده وتحسين صفات البشر عن طريق ولاده الصالحين بيولوجيا فقط، بتشجيع الزواج المبكر لهم لما يسمى بالاعراق الممتازه، وحرمان غير الصالحين من الخروج الى الحياه. تشير العباره الى احدى مضامين التحرر الوراثي. ركز معايا، هي مضامين التحرر الوراثي. ها، تمييز على الاسس الجينيه، تفرقه في المعامله، حتميه جينيه، يوجين. هنا بيقول لي قال التحكم في السلاله البشريه وضبط معدلات الولاده، الناس الكويسين والممتازين هخليهم ينجبوا يخلفوا عشان احسن من الناس، والناس اللي عندهم امراض وراثيه همنعهم من عمليه الانجاب خالص. يبقى دي ممارسات ايه؟ ضغوط وممارسات اجتماعيه بتمارسها بعض الدول. طب تبع مين؟ تمام، اليوجينا. يرى أرسطو أن الطبيعة تؤدي إلى التمايز بين البشر، إما أن تجعل بعضهم قليل الذكاء قوي البنية اللي هم العبيد،
أم تجعله كفء للحياة السياسية وهم المواطنين الأحرار؟ تشير العبارة السابقة لإحدى مضامين التحرر الوراثي، وهي ركز معايا، أنا ميزت بين نوعين من البشر وفقا لحتمية الجينية بتاعتهم وفقا للجينات الوراثية بتاعتهم. إيه تمام هنا؟ وفقا للعوامل الوراثية والجينات الوراثية، ناس ممتازين وأذكياء وأكفاء للحياة السياسية، وناس قليل الذكاء قوي البنية. تمام، الحتمية الجينية. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، النهاردة خلصنا نهاية الموضوع الثاني. انتظروني في الحلقة القادمة إن شاء الله، هنعمل مراجعة على الموضوع الثاني، الأخلاق البيولوجية وعلاقة الفلسفة بالأخلاق البيولوجية. كان معكم النهاردة الأستاذة شين ويليام، أتمنى لكم التوفيق والنجاح والتمام.